أهلا بكم. أحداث طرابلس وموقف رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من موقع رئاسة الجمهورية وأزمة تأليف الحكومة ومشاركة لبنان بمؤتمر جنيف، كلها مواضيع تصدرت اهتمام صحف بيروت اليوم، وستكون محور متابعة مع النائب سامر السعادي عضو كتلة الكتائب والنائب عن مدينة طرابلس تحديدا. صباح الخير من جديد. صباح النور. أهلا وسهلا بك. بموضوع طرابلس وتحت عنوان الخطط الأمنية، أرما حمصي بكاريكاتير النهار تناول الأوضاع في المدينة، فرسم إطفائي يملأ سلال بالمياه من بئر الخطط الأمنية ليطفئ حريق طرابلس. بينطبق الكاريكاتير على الواقع اليوم، لا سيما لجهة المعالجات اللي عم تصير للوضع. صراحة أول شيء بحب عيد اللبنانيين، يعني بحلول عيد سنة الهجرية جديدة، إن شاء الله خصوصا اللبنانيين المسلمين ان شاء الله تجي السنه الجايه احسن من السنه الماضيه، خصوصا على مدينه طرابلس اللي عم تعاني اللي عم بتعانيه اليوم. المشكله اللي عم يصير بمدينه طرابلس انه في معالجه مش للاسباب تبع طرابلس بس للسيمبتوم، يعني للعوارض اللي عم يصير بطرابلس. العوارض هي المشاكل اللي عم نشوفها كل يوم، اللي عم نشوف الدمار، اللي عم نشوف القصف، اللي عم نشوف الجولات، صرنا بجوله 17 وعبواب جوله 18 اكيد اذا الامور بدها تكمل مثل ما نحن عايشين فيها. نعم. اليوم ما في حل جذري بالطريقه اللي عم تتعالج الامور بطرابلس، ما في حل جذري، لانه اول شيء القضاء اللبناني نايم على المشاكل بطرابلس. لا مؤخرا لاصدر 120 مذكر التوقيف باسماء بعد ما بنعرف مين هن، ما بنعرف شو محلهم بالاعراب بالمشاكل اللي عم بتصير بطرابلس، بس اللي عم نشوفه انه الروس الاساسيه والمحرضين الاساسيين والممولين الاساسيين اليوم القضاء اللبناني عم يتجنب التطرق لهم، مع انه كل الناس بتعرف مين هن، من اصغر فرد، من اصغر مواطن مدينه طرابلس لحيلا مسؤول بيعرف بسمي لك ما سمى القضاء الاشياء باسمائها واصدر مذكرات، يعني اصدر بسمى الاشياء باسمائها بقصه التفجير تبع المسجدين بطرابلس، بقصص المشاكل اللي عم تصير بمدينه طرابلس. اليوم في مثل معمعه بالامور اللي عم بتصير. اليوم الامن ما بيجي بالتراضي، ما بيجي بالغنج مثل ما بيقولوا، الامن المفروض يفرض فرض، انه هيبه الدوله المفروض انه تنفرض فرض على المتقاتلين بقلب المدينه. اليوم اللي عم بيصير انه كل ما تولع شوي بنفوت بسموه الجولات تبع الدمار اللي بتصير المدينه، بيركض اركان الدوله من جيش ومؤسسات امنيه وحكوميه ووزراء ونواب، بنركض بنصرخ على الامور اللي عم بتصير، بينما بترجع تتروق الامور بنرجع ننسى انه في مشكل اساسي بقلب هالمدينه المفروض انه يتعالج. اليوم أن على القضاء اللبناني انه يتحرك يصدر المذكرات التوقيف. انا بستغرب مثلا بيطلع واحد مسؤول بحزب معين بيجي بيقول انه انا بدي اقصف المدينه، بيرجع تنهار بيقصفها للمدينه، والقضاء غائب عن 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 السؤال وغائب عن استجابة تبع بهالامور اللي عم بتصير. يمكن لانه الغطاء السياسي منه مؤمن بشكل كافي، ومن من يجب ان يتامن هذا الغطاء؟ الغطاء السياسي من اركان المدينه مؤمن. نعم. من اصغر مواطن لكل نواب المدينه لكل المسؤولين بالمدينه عم يصرخوا انه بدنا الدوله، ما بعتقد. نعم. انه هذا طلب كثير كبير على المدينه. اذا من من هو غير مؤمن؟ هذا سؤال بده يتوجه للمسؤولين، لانه نحن وقت اجتمعنا برئيس الجمهوريه، حتى رئيس. نعم. الجمهوري بالاجتماعات تبعه والاجتماع الامن المجلس الامن المركزي كان كله موقف حاسم بهذا الموضوع، وكان له توجيهات حاسمه بهذا الموضوع، ولكن على الارض وارض الواقع ما عم نشوف انه في نتيجه فعليه بقصه طرابلس، وهي لازم تكون على عده مراحل. اول شيء انه معاقبه المخلين، مش بس المخلين هالمعطل اللي في ناس اجوا استغلوا فقره وجروه الى هالمشاكل، بس في كمان ناس محرضين ومولين مفروض القضاء يعني يتعقبون. نعم. مفروض انه المستودعات الذخيره اللي عم يجوا من برات المدينه واللي عم تتغطى برات المدينه ساعه تحت ستار مقاومه وساعه تحت ستار الجيش وشعب ومقاومه، هذه الثلاثيه اللي خربت البلد والبلد عم تخربه، اكبر برهان على خرابه هي مدينه طرابلس. هالمستودعات بالاسلحه الثقيله والاسلحه المتوسطه مفروض انه تتداهم. المستودعات موجوده بداخل اكيد موجوده المدينة بداخل يعني المدينه. من وين عم بيجوا؟ بجبل محسن تحديدا. بجبل محسن في مستودعات، والناس بتعرف من اول ما اصلا سكنت الجيش منا بعيده عن هالمستودعات الا مئات 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 الامتار. واليوم مش التهمه منا للجيش اللبناني، الجيش اللبناني هو اداه بأداة بالدولة، فهو يجب يتلقى الأوامر الصارمة والصريحة والغطى الصارم والصريح أنه ينفذ. حادثة الباص قبل يومين ما بتأكد يعني ما كان يتحدث عنه رفعت عيد وعلى عيد اليوم مستهدفين. اليوم في كمان طابور خامس عم يجي يتدخل بهال
بهالموضوع. هيدي حادثه مو دينه، المشكل منه مشكل سني سني علوي، المشكل هو مشكل غياب الدوله عن مدينه طرابلس ومعاقبه من المخلين. من قام بهذه شو اخر المعطيات حول هذه الحادثه؟ هلا نحن نترك الامور للتحقيق، بس انه هيدي الامور تشوف انه مو دين. صار في اجتماع امبارحه لكوبا وفعاليه طرابلس ادانت نعم. ادانت نعم. الحادثه الاليمه. نحن بالاخر اللي بده اياه المواطن طرابلسي، اللي بده اياه كل الفعاليات، حتى كل الفعاليات اللبنانيه بده نعم. انه هالمدينه ترجع الى كنف الدوله، وهي عم بتطالب انه الدوله ترجع لها. يعني هالمدينه اللي وقفت ب 14 اذار مع الدوله، مع قيام دوله نعم. مستقله وحره وسيده على اراضيها، عم تدفع اليوم الثمن هيدا الموقف اللي وقفته ب 2005 واللي وقفته على كل مراحل الاستحقاقات اللبنانيه، انه هي بدها الدوله تكون موجوده، بدها الدوله تكون فاعله. اليوم مفروض انه يصير هالشيء، مفروض كمان تتواكب هالامور بخطه اجتماعيه تربويه ثقافيه، تتعمل لها المخصصات اللازمه للدوله، تترجع نحن نزيل اثار الدمار على هالمدينه، تترجع هالمدينه روحها لها، ترجع تلعب دورها ك نواب طرابلس. ماذا قدموا لها مؤخرا؟ نواب طرابلس انه نحن نواب، كل الناس تطلع الصرخه نواب المدينه شو عم بيعملوا؟ نعم. ما نحن السلطه نحن سلطه تشريعيه، السلطه التنفيذيه منا بايدنا، بايد خمس وزراء بتراب، رئيس مجلس وزراء بتراب. ما نحن اللي عم نقوله انه هل هالحكومه اللي فيها خمس وزراء من طرابلس وفيها رئيس حكومه من طرابلس، انه عليه انه وقت تكون السلطه التنفيذيه بايده، يعني هو نعم. هو الامر بايده. نحن كنواب علينا نحكي نعم. ونرفع الصوت عالي، وعم نحكي ونرفع الصوت عالي دائما على كل المراحل وبكل الامور، ولكن السلطة بالبلد، نحن نظام ديمقراطي، هناك يعني فصل بين السلطات، فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. نحن كنواب علينا انه نشرع ونراقب عمل الحكومة، وأسوأ أساس فينا نعطيه للحكومة هو اسقاطها، وهالحكومة سقطت نعم. ونحن اليوم بحكومة تصريف عمل، يعني شو فينا نعمل أكثر من انه نوصلها للي وصلت له؟ لكن في هناك إهمال وفي هناك نعم. هيك مودرة للأمور، أنه نحن بنرجع بتبلش الجولة وطول على الأمور بقلبها المدينة، بنركض كلنا سوا للمعالجه، والجمر بيبقى تحت الرماد. هل بتخاف أنه يعني طرابلس وصفت مؤخرا بأنها بمثابة صندوق بريد يمكن لإرسال الرسائل الأمنية والسياسية وغيرها، بتخاف أنه يكون هذا التوتير الأخير مرتبط بما قد يستجد من معطيات ميدانية بسوريا، يعني سواء ما يحكى عن معركة الألمون أو ترتيب أوضاع قبل جنيف 2؟ طالما الدولة غائبة عن طرابلس، وأنا عم بحكي غائبة عن طرابلس، مش ممكن بيطلع هلأ وزير داخلية أو وزير دفاع بيقول إنه في كذا عسكري بالمدينة وكذا كذا دركة وكذا مطلع. معنويا يعني مش هيدا هو المطلوب. الدولة المفروض تكون موجودة بهيبتها، مش نعم. إنه إذا عسكري قاعد بسكنته أو قاعد بمخفره والأمور فالتة برا وما عم تتعالج الأمور، وإذا بتشوفي أصلا كمان مخالفات البناء وما يعني بتعرف إنه هالمدينة نعم. الدولة منه موجودة فيها، هالمدينة في قوى أمر واقع عم تفرض سلطتها نعم، ولكن هالقوى موجودة بمناطق نعم. أخرى بس ما عم بيصير فيها اللي عم بيصير. لانه الدوله عم بتحاسب. اليوم شفنا اقل صار في خلل امني بكل المناطق بالجنوب نعم. وبكل المطار، الدوله تحركت وقامت ما خلت نعم. الامور توصل للي وصلته مدينه طرابلس. وطالما هالدوله غائبه عن مدينه طرابلس حتكون الحلقه الاضعف. نحن بنعرف انه النظام السوري له مصلحه بتخربط الامور على الساحه اللبنانيه، كرمال غض النظر عن اللي بيصير بقلب الساحه السوريه الداخليه. واليوم بظل التركيبة وظل نعم. وجود هالحزب الموالي لسوريا بقلب جبل محسن، بعتقد انه وطالما الدولة ما عم تقمع، ما عم تحاسب الناس عم يخلوا بالامن، انه حتبقى هيدي ورقة بايد النظام السوري، ويدفع ثمن طرابلس موقفها بهالموضوع موقفها السياسي. هل نعم. بتشوف انه النظام السوري يريد من خلال ما يجري يمكن ان يتم استدعائه لاطفاء الحريق بطرابلس ليفوت من جديد على لبنان من هذا الباب؟ في عنده عدة امور، عدة انه تصوير الصراع بسوريا هو مش صراع ديمقراطي كرمال تغيير نظام، انه صراع كرمال شعب عم يجرب يتوق للحرية، انه بده حابب يصور هالامور ك تكفيريين وصراع مذهبي، انه يلعب هذه الورقه في عم بيلعبها بلبنان، عم بيجي بيقول انه هيدا طرابلس صوره مصغره عن سوريا، هناك سنه بقلب باب التبانه وهناك علوي بجبل نعم. محسن، ما عم بيقدروا يتعايشوا مع بعضهم، انه انا بعد حكم كذا سنه كيف بدي اقدر اتعايش؟ فهيدي تمييع الامور اللي عم بتصير بقلب هالمدينه، بالاضافه الى تدفيع واضعاف القوى السياديه بقلب البلد، هي ممثله ب 14 اذار، واللي هي طرابلس جزء وركن اساسي منه، واضعاف هيدي المدينه هو كمان بيلعب
بخانة أنه مصلحة النظام السوري بهذا الأمور. جريدة النهار وعن المعالجات بتقول أنه الأمانة العامة لقوة 14 أدار تنشط بمرحة واسعة من الاتصالات لعقد مؤتمر وطني بطرابلس يتبنى في الأيام المقبلة مطالب أهل ونوابة والشماليين عموما، ويعلن تجديد العزم على استعادة طرابلس مدينة للعيش المشترك والسلم الأهلي. وبيقول عدم، يعني بيقول دكتور سعيد، يجب بهذا الإطار عدم دمج طائفة المجرم بجريمتي تفجير المسجدين والمجرم نفسه على غرار تعاملنا مع قضية اغتيال رئيس شهيد رفيق الحريري. المؤتمر الوطني متى سينعقد؟ من سيحضر هذا المؤتمر وبماذا سيخرج؟ هي نحن اللي عم نقول انه طرابلس منا مدينة نكرة على الساحة الوطنية. طرابلس هي مدينة أساسية بلبنان، واليوم كان في نظرة انه هذه المدينة متروكة لأمرها، انه اذا بتطلعي انه هالمدينة عم تتدمر بين باقي الوطن عايش حياته اليومية بطريقة طبيعية وعايش حياته الاجتماعية وكأنه بغير بلد، كأنه بغير بلد، كأنه اللي عم يشوفه على التلفزيون عم يصير برات الحدود اللبنانية او مسلسل تاريخي عم يصير بوقت مش عم نشوف مش يعني اليوم عم بيحضر. فصار في هالمبادرة من 14 أدار وتحضير على يعني على نطاق مثل ما صار بمجدليون عندما صارت مشاكل عبرها، انه هالمدينة كلنا كلبنانيين حاسين بأوجاعها، كلنا متضامنين معها، نحن بدنا اياها ترجع تلعب دورة على الساحة الوطنية ترجع مثل ما قال اللواء أشرف ريفي بالاجتماع وقتها رحنا أطلقنا هالمبادرة، كان أحدى زيارات عنده أنه ترجع روح المدينة إلى المدينة، أنه مش تكون هالمدينة مدينة هيك أنه طرابلس بس، أنه عندها في روح بالمدينة طرابلس مفروض ترجع تلعب دورة على الساحة الوطنية. تعتقد أنه تجربة عبرة ممكن تتطبق بطرابلس؟ لازم تتطبق هذه التجربة، أنه هيكون اجتماع وطني جامع لكل الناس، كل الناس تجي تقول هواجسها وأفكارها بطريقة واضحة وصريحة ونطلع بالآخر. والحاسم اللي صار بعبرة ليش ما صار؟ ليش مش ممكن يصير؟ هذا سؤال ما بيتوجه بهيك بحسب قراءتك. اليوم عندما رحنا زرنا، انا عملت مبادره فرديه عند فخامه رئيس الجمهوريه، ورجعنا طلعنا ككتله نواب طرابلس عند فخامه رئيس الجمهوريه بهيدا الموضوع، انه هالمدينه المفروض انه تنحسم الامور فيها مره نهائيه. كان موقف فخامه الرئيس حاسم بهيدا الموضوع، انه هذا هو عطى تعليماته بهيدا الاطار، بس نحن عم نشوف انه دائما مع الوقت ومع الايام هالحسم ما عم بيجي. اللي عم بيصير انه عم بيصير تطفاية مرحليه للامور اللي عم بتصير بطرابلس، وقال له حكشة بترجع الامور بتبلش من اول. لانه شارل جبور اليوم بجريده الجمهوريه بيسال هل تنقذ عبره جديده طرابلس من حرب اهليه؟ يرى ان الخطا يلي ارتكبه الشيخ احمد الاسير بصيدا كان بجره للاشتباك مع الجيش اللبناني، اما الخطيئه التي ارتكباها رفعت وعلي عيد بطرابلس فكانت بضلوع حزبهما بتفجيري طرابلس الى ان تثبت التحقيقات خلاف ذلك. يعني طرح يوم هيبه القضاء وهيبه الدوله هي على المحك، عندما يصدر قاضي مذكرة جلب للتحقيق بحيالها شخص واحد المفروض يحضر قدام هذا القاضي، اما الحكي اللي سمعناه والحكي يعني لا بي ولا ما بعرف شو للقاضي صار ما بقدر يجيب علي عيد على التحقيق، بعتقد انه هذا حكي لازم يتحاسب اللي اطلقه، ولازم بكره لازم مع الايام نبين اذا الدوله هي مضبوط دوله بالبلد او هي بس شاطره تتمرجل على ناس. هل هو اول مره هيك بيرتفع السقف الكلام السياسي؟ لا مش اول يعني مش اول مره، بس انه وصلنا للخطوط الحمر، اذا ما تخطينا هي الخطوط الحمر اللي عم نشوفه نحن بحياتنا اليوميه، وكان انا كنايب بقدر اقوله انه الدوله شاطره على ناس وبتعجز على ناس ثانيه، شاطره بتقدر الدوله بتقدر تطبق القانون على ناس وبمناطق معينه، ما بتقدر تطبق القانون على ناس اخرين ومناطق أخرى. معينه اخرى. اليوم هيدا ما بتصير، يعني اقل يعني مثل بقول بديهيات انشاء الدوله هو المساواه بين المواطنين، طالما انا شايف انه في غير عم بيطبق عليه القانون، اذا انا عمرت بلكون شبر بتطلع الدوله بتكسر لي اياه بتجر العائله والبنايه كلها على الحبس، بينما بتاني محل في ناس بتقصف مدينه وناس بتحدى الدوله وما حدا بيقرب صوبها، بعتقد انه هيدي هي معادله انفراط الدوله ومعادله الغابه بكل معنى الكلمه. ولكن هل فريق استاذ سامر عم بيقول انه في فريق ثاني بوجهه يعني كمان عم بيشارك بكل هذه العمليات؟ نحن ماشي ولا مره جينا قلنا انه منه لحاله، يعني ما انا ولا مره جينا نحن قلنا وجهنا اصبع الاتهام على فريق معين واحد، جينا نحن كل مطالبتنا وكل اللي عم نقوله انه تطبق دوله القانون على اثنين،
ويتحاسبوا الاثنين، كل مخلين الاثنين بالامن ويتحاسب ينجروا على التحقيق الاثنين، يعني كل واحد بيخل بالامن ينجر على التحقيق. اما بالموضوع اللي كان عم نحكي فيه، وما له دخل بالجولات اللي عم بتصير بالمدينه، له دخل بتفجير مسجدين بقلب المدينه. حصد فوق 60 قتيل ومئات من الجرحى، يعني 60 شهيد بهالمدينه سقطوا لانه كانوا عم يصلوا بجامعين، ومئات من الجرحى بعدهم لهلا عم بيحملوا جراحهم، ومنهم جراح بليغه يمكن ما يشفوا منهم يعني. ويتحملون مدى الحياة. ما بعتقد أنه اليوم إذا في جهاز أمني بده يحقق مع شخص بموضوع معين أنه نحن نتكابر على الشهداء اللي سقطوا. نعم. يؤخذ الموضوع بالسياسة. موقف حزب الله يلي اعتبر أن ما يجري نتيجة التحريض المذهبي، ركزت عليه جريدة المستقبل قائلة تكفي ردود الفعل المستنكرة للاعتداء على العمال سواء من قبل الرئيس سنيورة وتيار المستقبل أو من قبل فعاليات المدينة اللي ضحت تهمة التحريض المذهبي. بس لنختم الحديث بموضوع طرابلس يلي صار بحادثة البوسطة مؤخرا، هل ذكرك بحادثة عين رمان؟ يعني هل ممكن وأن بشكل مختلف وبلاعبين وظروف مختلفة أن تؤدي هذه الحادثة إلى ما أدت إليه؟ يعني لو ما وعي سكان هذه المدينة ولا فعاليتها، لو ما معك أنا أكثر من هيك القيادات السنية بالبلد واستنكارهم لهالحادثة اللي صارت بالموضوع، أكيد كنت جرتنا إلى الأمور هيك. وهيدا الهدف تبع اللي عم بيخلق هيك حوادث، انه يجر البلد الى عين رمان ثاني والى انفلات امني، مش بس بكون يعني محصور اليوم الوعي بس بكون محصور بالمدينة طرابلس، بس بينتشر على جميع كل الاراضي اللبنانيه. انتشار ظاهره السلاح رح اتطرق عليها وان بشكل وبزاويه مختلفه من خلال مقال بجريده الاخبار لجوانا عزار عن جريمه مستيتا. الاستنتاج يعني سببها بشكل مباشر هو السلاح الفلتان. نعم. مثل ما بيقول هالمقال، حادثة مستيتا يلي قضى فيها 4 أشخاص جعلت أبناء قضاء جبال يتساءلون عن استعمال الأسلحة الفردية والرشاشة بنحو فاضح واستعراضي، متخوفين من أن يصبح ما يعرف بالأمن الذاتي موضة تتفشى بنحو أكبر وأكبر في جبال كما بمناطق لبنانية أخرى. يعني ما عاد حكر على منطقة معينة وجود هذا السلاح الفلتان مثل ما سمته الكاتب. هلا انه نحن انه بدنا نقارن بين السلاح الفردي والسلاح الثقيل المنتشر على جميع الاراضي اللبنانيه، بعتقد انه هي تصغير للامور اللي عم بتصير. نحن اللي كنا عم نقوله واللي كنا عم نطالب فيه من الاساس انه نحن بدنا السلاح يكون حق حصر للدوله اللبنانيه واجهزه الدوله اللبنانيه، بس للاسف انه هذا صراع مستمر بين 2 قوى بالبلد، ناس عندهم نظره معينه للموضوع، ونحن عندنا نظره يعني. نحن عم تبرهن الايام انه نحن وقت اجينا قلنا انه هذا السلاح المنفلت اليوم بيد فريق معين حيولد انفلات سلاح بيد افرقاء اخرين ويولد الانفلات الامني الموجود بالبلد، اجت الايام تبرهن انه هالحوادث اللي عم بتصير، الانفلات الامني اللي عم يصير بالبلد هو نتيجه تقويض الدوله، ونحن نصير شريك مضارب مع الدوله بقصه الامن وقصه السلاح الموجود بايدينا. بالانتقال للموضوع السياسي، تقرير الدبلوماسي المنسوب لسفير الولايات المتحده ديفيد هيل عن انه يدعم تشكيل حكومة جديدة بنسبة 9.96 تعاملت معه قيادات بارزة ب 14 أدار مثل ما كتب محمد الشقير بالحياة، بأنه محاولة لتهبيط الحيطان لدفع قوى 14 أدار للتسليم بهذه الصيغة وعدم اللجوء لمقاومتها أو الاعتراض عليها. بتشوف شيء من الصدقية أو من الدقة بما سرب عن هذا التقرير الدبلوماسي؟ معقول يكون موقف الولايات المتحدة بهذا الشكل؟ أنا موقف الولايات المتحدة بيبقى بإطار النصيحة، بس نحن علينا كلبنانيين كقوة قوة سيادية بهالبلد أو قوة حية بهذا البلد نشوف وين مصلحة هذا الوطن وننفذ هالمصلحة تبع الوطن. نحن ما بنشوفها بالصيغة المطروحة ب 9.96، ما بنشوفها بالتسويات اللي كنا عم نعيشها، صرنا من 2005 إلى اليوم عم نعيش تسويات كرمال نحن نضل هالبلد يعني منسجم مع بعضه، بس بالاخر في محل معين واللي هو اهم من صيغه ال 996 او تركيبه الحكومه او من يستلم حقيبه شو هي شكل هذه الحكومه واهداف هذه الحكومه. هالحكومه جايه بعد ما تتشكل جايه تعمل شو؟ ما في نحن مختلفين على قصص جوهريه منها اهمها
الصراع الموجود خارج الحدود اللبنانية هو الصراع الثورة السورية، هل نحن حنبقى من أن نكون نحيد نفسنا عن هذا الصراع ونبقى فالتين حدودنا للجحافل اللي تفوت إلى الداخل سوريا تقاتل، وجحافل من الداخل سوريا تفوت إلى الداخل اللبناني تنتقم من التدخل ب يعني بموقف قوة 14 أذار بالنسبة لموضوع الحكومة لم يتبدل مؤخرا؟ لا لا ما في شيء يعني تبدل. ما ممكن تشارك بحكومة من 996؟ مش بس إنه هي 996 تفصيل بقصة تشكيل الحكومة، بس هو الأهم يعني. أهم من هالحكومة هي هذا والبيان الوزاري تبع الحكومه، وفي قصه شغله جوهريه قصه الثلاثيه الشهيره الجيش الشعبي المكون، نحن كنا ضدها وصوتنا ضدها بال وبعدكم ضد وبعدنا ضدها يعني بهالاساس، وبعدين قصه الصراع والتدخل بالشؤون السوريه والشؤون مش بس سوريا، شؤون المنطقه ككل، او نحن بدنا نحيد لبنان او نخلي لبنان كبه بقيتون النار اللي عم بيصير. طيب عم تحكي بهالموضوع وكان يعني تحديدا مشاركة حزب الله بالقتال بسوريا، هل تعتقد القرار بإيده بهذا الموضوع؟ نحن إذا هو القرار مش بإيده، نحن قصة تشكيل الحكومة والموافقة وعدم الموافقة هو بإيدنا نحن، ونحن مش مستعدين نحن نوافق على بيان وزاري أو على حكومة ترجع تكب لبنان بأتون النار تبع الصراع السوري. شفنا من وراء تفجيرين صار، إن كان بالرويس بالضاحية الجنوبية أو كان بطرابلس، هي نتيجة مباشرة للتدخل بالصراع السوري. بس طيب مشاركة حزب الله بثلاثة ثمانيات ما بتأدي كمان لنفس الوضع؟ ليش قبلتوا بثلاث ثمانيات؟ يعني ثلاث ثمانيات انه قصه ما بيقعد في ثلث معطل بقلب الحكومه، بشو ممكن في حدا ما في حدا، بس انه حتى ثلاث ثمانيات والارقام وهالمعادلات المعادلات الرقميه هي اول خطوه، بعد في خطوه ثانيه وخطوه ثالثه، يعني اذا توافقنا على خطوه شكل الحكومه وطريقه التشكيل بتبقى الخطوه الاساسيه هو البيان الوزاري تبع الحكومه. من هال ما هي يعني هي يعني مش انه معناتها اذا اتفقنا على انحلت على 3 ثمانيات او 9 9 6 او ما بعرف شو هن المعادلات اللي عم ينحكى فيها بالبلد، انه انحلت الحكومه والحكومه حتتشكل ثاني نهار، ما في الخطوه الثانيه واللي الخطوه الاساسيه هي خطوه البيان الوزاري وهالحكومه شو جاي تعمل. من بالبلد. اجل ذلك عم تنطرح بالصحف معادله جديده 14 اذار بتقبل تعطي ثلث معطل ل 8 اذار اذا هذه الأخيرة قبلت تلتزم بإعلان بعبدة مش بالثلاثية الشهيرة وينسحب حزب الله من سوريا، يعني بتصير مثل مؤايدة يعني في المشاهد. بس في كمان في نحن ليك في اليوم بالبلد عدم ثقة، لأنه نحن إذا بتتذكر إنه بعد اتفاق الدوحة وانعطى ثلث المعطل لقوى 8 أذار كان في مساق شرف انه هالحكومه ما بتسقط ولا بتستقيل، كانت مقنع يعني ما كان انه كان في حكومه انه كان في يعني مساق شرف واتفاق شرف بين القوى اللي الفت هالحكومه انه هالحكومه ما بتستقيل بالطريقه اللي استقالت فيها، وشفنا انه في نقد كان لهالمساق الشرف. يعني نحن نجي نعمل حكومه ما عندنا الاوراق الكافيه فيها انه نقدر نحن نفرض قصة الحياد لبنان وعدم تدخل لبنان بالصراع، بعتقد انه صار يعني صار ضرب من الاماتور، وبعتقد نحن تعلمنا من اغلاطنا السابقه ونعرف نحن كيف نتعامل مع الامور هلا. بموضوع متصل بما كتبه محمد الشقير عن الحكومه بجريده الحياه، اشار لي تواصل بين تكتل التغيير والاصلاح وكتله المستقبل، اجتماع رح ينعقد بكره بالبرلمان، ويتواصل هذا التواصل أيضا عبر قنوات محدودة يعني بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وأيضا مع الحزب التقدم الاشتراكي. أنتوا يعني عندكم علم بهذه؟ لأنه نحن بآخر التواصل البرلماني موجود، يعني منه شيء جديد يعني حتى الكتل بس محصور بالخانة البرلمانية. بعتقد هيك، بعتقد أنه اليوم كمان بلشنا قربنا على استحقاق، هو استحقاق الرئاسة، بعتقد أنه في يمكن التيار الوطني الحر عنده مرشح إلى هذا الاستحقاق، عنده مصلحة اليوم الى انفتاح على جميع القوى الاخرى، كله ببين بكره من الاجتماعات اللي بتصير والنتائج هذه الاجتماعات وشو مطالب التيار اللي هو كان المبادر بهالاجتماعات، شو بده من شو هدفه، شو بده من هالاجتماعات، شو بتعتقد بده؟ بكره مبين، ما بعرف صراحه. ما صار في اجتماعات مماثله مع حزب الكتائب؟ نعم ما صار. نحن الاجتماعات اللي عم بتصير باطار اللي اسمه الوحده المسيحيه، وكل شيء له مصلحه بكرمال انتاج كل شيء له بينتج كرمال شيء له هدف
المصلحة المسيحية و و و والوحدة المسيحية مثل قانون انتخابات والأمور كلها، بس بالأمور الأساسية والأمور الجوهرية اللي صلنا من 2005 عم نناضل فيهم في تباعد كتير كبير بيننا وبينهم. بعد الفاصل بما أنه فتحت موضوع رئاسة الجمهورية، بعد الفاصل مين هو الرئيس القوي؟ هل هو بحدة خطابه السياسي أو بعضلاته؟ مثل ما سألت اليوم نايلة تويني بجريدة النهار، عفوا دافيد عيسى بجريدة الديار طرح التساؤلات، رح نضوي عليها أكثر من خلال مجموعة من المقالات وموقف رئيس الجمهورية تحديدا ردا على العمدون. لحظات ونعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ سامر سعادي. بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وبعد سلسلة مواقف لأفرقاء وأقطاب سياسيين، أبرزت جريدة النهار اليوم بالرئيسية رد الرئيس ميشيل سليمان عبر تويتر على كلام للعماد عون بهالسياق، بيقول فيه الرئيس سليمان: رئيس الجمهورية القوي ليس فقط بانتمائه لكتلة نيابية داعمة، بل أيضا بتحرره من تحالفات نيابية تحول دون قراره المستقل والمتوازن والسيادي. استاذ سامر سعادي، برايك الرئيس القوي يعني قوي بماذا يجب ان يكون؟ انا بوافق اللي قاله الرئيس سليمان بهذا الموضوع، انه رئيس عنده كتله بالمجلس النيابي شيء منيح، بس بالاخر انه الرئيس عنده هالموقف الوطني والوقف واقف الحاسم، بيكون كل كتل هي كتله ساعتها، بينما انه نحن نفوته بصراعات اللي عم بتصير بالبلد، بعتقد انه هي اضعاف لموقف رئيس الجمهوريه وموقع الرئاسه. لانه دافيد عيسى اليوم بالديار بيسال: هل الرئيس القوي بعضلاته ام القوي بصوته ولسانه السليط ام القوي بمواقفه وخطبه الطنانه والرنانه التي تثير الحماس؟ يرى دافيد عيسى ان الرئيس القوي هو قوي بصلاحيات تعيد لرئاسه الجمهوريه دوره ووهجه ومكانته وألقه، وهو قوي بمن يمثلهم بالمسيحيين الأقوياء بوحدتهم واتفاقهم. ممكن نوصل نهار ويتفقوا الأفرقاء المسيحيين على مرشح واحد لرئاسة يعني الجمهورية؟ بالآخر أنه الرئيس القوي هو الرئيس البعيد عن المصالح الشخصية، المنزع عن الصراعات، اللي بيعرف وين مصلحة وطنه وبياخذ هيدي القرارات بكل شجاعة. عندما بيعمل هيدا الشيء بيحط كل الناس اتجاه أمر الواقع، وكل النواب أمر الواقع بكون داعمينه. أما الرئيس بده يفوت بفوت بمصالح شخصيه وبده يساوم على مصالح شخصيه، بعتقد بصير جزء من هالصراع الموجود من البلد وجزء من هالمشاكل اللي عم تصير بقلب البلد. هل شايف انه رايحين على فراغ رئاسي؟ اليوم مثل ما البلد اللي عم يروح من فراغ لفراغ، نعم في هناك هاجس كبير انه نحن نوصل الى 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 فراغ رئاسي، لانه دائما اللي عم بيصير انه بقصه انتخاب رئاسه الجمهوريه انه عم يصير هيدا موقع تجاذب بين القوى السياسيه، خصوصا انه لازم يكون في تلتين في مواقف بتايد النص زائد واحد، بتايد بس شفناها بالانتخابات اللي صارت قبل، عندها موصل الانتخاب للرئيس سليمان انه ما مشيت الا بالتلتين، فاليوم نحن نرجع نحط هالرئاسه قدام هالتجاذب، بعتقد انه في خوف كثير كبير خصوصا بالانقسام اللي صاير بالبلد، انه يكون موضوع انتخاب رئيس جمهوريه جديد موضوع تجاذب بالبلد وتتعطل اليه الانتخابات يعني بمرحله معينه، ان شاء الله ما نوصل ما ممكن يكون في تمديد مثل ما صار بغير مواقع. بعتقد انه هو فخامه الرئيس وقت باجتماع هو كان رافض للتمديد، نعم يعني اذا فرضت الظروف اول شيء لازم تصير في تمديد لازم يكون هو الشخص اللي بده معنى انه يقبل بالتمديد. لحديث اليوم فخامه رئيس الجمهوريه عم بيقول انه هو ضد التمديد وعم يشتغل انه تيسلم رئيس جديد من بعده، بتمنى انه نحن الاليه الديمقراطيه انه نحن هلا عايشين تمديد للمجلس النيابي مشكوك كثير يعني مش انه من ناحية القانونية مضبوطة بس من ناحية الشرعية والشعبوية منا كثير محبوبة. نرجع مددنا لقاء الجيش، نرجع نمدد لرئيس الجمهورية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الإدارية عم تتفرغ كل يوم بعد يوم من هيكليتها ومن القوى البشرية الموجودة فيها، نوصل إلى دولة
فارغه من كل مضمونه وفارغه من وعم نشوفها هاي الامور بالحياه اليوميه تبع اللبنانيين، كان على المستوى الاقتصادي او المستوى الامني. الناخب الاكبر اذا بقي الوضع على حاله باستحقاق الرئاسي من يكون؟ معروف مين قبل كان يكون؟ ليك انا بالنسبه لي انه انا الناخب الاكبر يبقى هو المجلس النيابي اللبناني، بعتقد هالشيء. بتمنى نوصل لبلد انه يكون الناخب الاكبر هو المجلس النيابي اللبناني والنواب اللبنانيين، مفروض يوقفوا مر يعني وقفة عز ويشوفوا مصلحة بلدهم وين وينتجوا هالمصلحة داخل أروقة مجلس النواب. الاستحقاق الرئاسي قديش هو بشكل جزء أساسي من التقارب أو إعادة التقارب بينكم وبين القوات اللبنانية؟ اليوم بعتقد صار في طلع الشيخ سامي بزيارة إلى معراب وحطينا آلية تنسيق وتعاون نحن والقوات اللبنانية على جميع الأمور اللي عم تصير بالبلد وأنتجت يعني شفناها بانتخابات الطالبية الجامعية، صار في يعني تجنبنا المشاكل اللي صارت فيك السنة، اليوم رجعنا عم نرجع نعمل هالآلية مع الوقت بتبين مدى نجاح هذه الآلية. ممكن يعني تتوافقوا على شخص واحد لترشيحه ل خوض الاستحقاق الرئاسي؟ يعني هل السؤال طرحته اليوم جريدة الجمهورية وتحديدا الكاتبة رينا دومت يلي كتبت عن القوات والكتائب سنأكل من صحن خصومنا؟ نعم. بالسياسة اليوم نحن مفروض نحن كقوة 14 أدار انه مش بس ككتائب قوات نتوافق على يمكن لانه انتم الافرقاء المسيحيين انه نحن يكون في توافق جامع بين هالقوى السيادية بالبلد على ترشيح شخصية واحدة إلى رئاسة الجمهورية تنوصل نفوت إلى المجلس النيابي موحدين ورا شخص واحد معين نقدر نصوت له بهالاستحقاق. بكركي قد ايه بتمون بهالمجال؟ بتمون كثير بموضوع الاستحقاق الرئاسي. بتمون كثير بكركي، بس بعتقد بكركي ما بتفوت بقصة لعبة الأشخاص من هو المرشح، بتحط إطار معين ومثل ما بقولوا سيفي معين للمرشح. من يلبي هيك بحسب هالاسماء المطروحه برايك؟ هلا في كثير اسماء وكلها فيها خير وبركه، مثل ما بيقول المثل كل مرونه هو المرشح اول ما يخلق. هيدي رئيس جميل هل هو مرشح لحديث هلا؟ لحديث هلا هو شخصيه يعني بتلتقي عليه هذه الصفات لكرمال يكون مرشح الى الرئاسه، واعتقد لعب دوره كرئيس بمرحله صعبه بهيدا البلد، بس كمان بتبقى هو الرغبه عند الرئيس الجميل كرمال ترشح الى 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 هذا الموقع اللي بعد ما اعلن هذه الرغبه، اذا اعلن هذه الرغبه ساعتها عن كل حديث. بالعوده للعلاقه بينكم وبين القوات اللبنانيه، مصادر قواتيه تؤكد المشاركه بحضور نوعي وبارز باحتفال الذكرى 77 لتاسيس حزب الكتائب اللبنانيه، هذا دائما بحسب ما قال الجمهوريه، وازاحه الستاره عن تمثال الشهيد الشيخ بيال الجمي اليوم الاحد ب 24/2/2013 بالبيال كاول تظهير عملي للاتفاق الاخير بين الجانبين. بعتقد انه القوات ما غابت عن احتفالات الكتائب، وفي كثير من القواتيين عندهم تاريخ قديم بقلب الكتائب اللبنانيه، وهيدا الاحتفال هو كمان احتفال لتكريم كمان الشيخ بيير جميل الشهيد اللي سقط بمسيره السياده بهذا البلد ومسيره الاستقلال الثاني تبع هالبلد، بعتقد بيستحق كل التكريم، وهذا الحزب اللي ضحى بلبنان بيستحق كل التكريم اللي عم بتوجه له. ليش ما شاركتوا انتم والقوات اللبنانيه بالمؤتمر المسيحي اللي انعقد امبارح بالحبتور؟ صراحه انا هيدا الملف منه بايدي انا، بس للاسف انه دائما نحن عم نزج المسيحيين بالصراعات اللي عم بتصير البلد تحت اطار نظريه سقطت، هي نظريه تحالف الاقليات وحمايه الاقليات لبعضها، ونحن بنعرف كمسيحيين لبنانيين انه هذه النظريه تحالف الاقليات هي نظريه دفعتنا نحن اكثر ناس دفعتنا اياها هي نحن كمسيحيين لبنانيين، لاننا اكلنا الدروب الا من الاقليات، ان كان الحكم النظام العلوي بسوريا او كان ال 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 الاسرائيلي او كان او كان هل النظريه سقطت بهالبلد، ونحن بنشوف انه المسيحيين بالبلد هي مسيحيين مشركين هن ديمومتهم بحيادهم عن الصراعات الموجوده ويقدروا يلعبوا دورهم بطريقه فعلا ضمن المجتمعات تبعهم وضمن البلاد. من اجل ذلك لم تشاركوا يعني ام لم تتم دعوتكم من الاساس؟ صراحه الملف نحن بعتقد ان دعينا الى هذا، بس الملف منه بايدي انا بالنسبه لي ما كان في
شيء خاص شيء خاص كلمتها الشركة، لأنه نايلة توين اليوم بالنهار بتقول المؤتمرات المسيحية ما أكثرها كثرة الصراخ ومحاولة تأكيد الأصالة والثبات توحيان باستجداء المسيحيين الاعتراف بهم من المسلمين. الحملة يجب ألا تقتصر على حركة لبنانية وممثلي أنظمة عربية عاجزة، بل تتسع للمدى العالمي الأوسع. وبتسأل ليش هاللقاءات ما بيحضرها سوى قوى 8 أدار ومناصري النظام السوري، ولماذا يحاولون توجيه رسالة إلى العالم مفادها أن لا وجود للمسيحيين إلا بكنف النظام السوري، ولماذا هذا الربط السيء بأي نظام مهما أعطاه تسهيلات؟ يعني بحسب نيلة هي نظرية صلى مدة وأسطوين صلى مدة عم نسمع أنه إذا سقط النظام السوري سيسقط المسيحيين مع هذا النظام، وأنه نعم. أنه البديل عن هذا النظام هن داعش وجبهة النصرة وما إلى آخره من هدول الحركات الإسلامية المتطرفة لما بدها وجود للمسيحيين بهالبلدين. بعتقد أنه هيدي اللعب على الفوبيا المسيحية واللعب على الخوف المسيحي، أنه في ناس بدهم يكحطوهم من البلدين اللي عايشين فيها أو بدهم يهجرون أو قتلون. بعتقد أنه هي نظرية ساقطة، حتى لو عم نعيش شفنا بالعراق عشناها وعشنا كل الأمور. المسيحي متجذر بهذا الشرق ويبقى متجذر بهالشرق طالما هو مقتنع أنه هذا الشرق هو ملكه وهو هو 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 اصيل فيه. طالما نحن بدنا نحطه باطار انه فوبيا وخوف انه لازم يستجد الاخر تيبقى موجود بهالبلدين اللي هو موجود فيها، بعتقد هيدا قتل لدوره الريادي بهالبلدين، وهي مثل ما بقول انترودكسيون كرمال هجرته عن الشرق اللي عم نشوفها، لانه عم تنطرح اليوم مثل وكان المعادله خريف مسيحي بزر ربيع عربي. يعني هيدا الشيء هيدا مش مقبول، انه وقت نحط المسيحي بخوف انه انت يا بدك تعيش ضمن هالانظمه ولاكك راسك، واذا تغيرت هالانظمه بدهم يجوا يقتلوك وتروح، يعني انه عم تقتلي له دور الرياده ودوره التحرري. ونحن بنعرف انه المسيحيين المشرقيين هن لعبوا اكبر دور بقصة التحرر. طبعا بتتقدم تجربه بديله للمسيحيين لاقناعهم فيها؟ بتعتقد يعني بهالدول مثلا اللي شهدت ثورات في تجربه تشجع؟ تجربه نحن بنعرف انه المسيحيين مر عليهم ما مر عليهم عبر تاريخهم، يعني المسيحيين صاروا موجودين بهالشرق مش 10 سنه وسنتين و10 و100 سنه، صاروا موجودين اكثر من 2000 سنه بهذا الشرق وبقيوا موجودين. يعني بعتقد انه اللي صار بالماضي منه أسوأ من اللي عم بيصير اليوم، وبقيوا هن موجودين بهذا الشرق. عليهم انه يلعبوا دورهم الريادي ويتفاعلوا مع المجتمعات اللي هن عايشين فيها بإطار مثل ما بيقولوا المبادئ تبعهم والقيم تبعهم، هي مبادئ حرية وقيم عدالة بهذا الشرق. ليا أزي بجريدة الأخبار يلي سألت هواجس المسيحيين هل يحلها لقاء، نقلت عن النائب السابق اللي الفرزلي قوله أنه رح نبدأ بالإعداد لمؤتمر مسيحي مشرقي يجمع مسيحي المشرق بالاغتراب. برر اختيار عماد عون لإلقاء الكلمة السياسية بأنه أول من أبدى دعمه الكامل للقاء، فيما رئيس الجميل باركنا لكنه اشترط أن يكون تحت مظلة بكركي. هذا هو موقف حزب نعم. الكتائب، يعني أن تنعقد اللقاءات المسيحية بإطارة الروحي بختام هذا القسم وبكاريكاتير غانم بالجمهورية تحت عنوان لبنان والمنطقة شهيدة كسوفا للشمس، رسم المواطن اللبناني متسائلا لحد علمي أنه في مكسوف غيري بهالمنطقة، يعني اللبناني يعني المواطن اللبناني عم يدفع، يعني بكل منطقة معينة عم يدفع غياب أنه تمن غياب هالدولة وانفراطها وتمن تأجيل تشكيل الحكومة كرمال معالجة مشاكله الاقتصادية والحياتية اليومية. يعني شفنا سلسلة رتب ورواتب بعدها بالجرور صار لها مدة معينة رغم كل الصريخ وكل المظاهرات اللي عم تعملها القوى العمالية بهذا البلد وعم بتطالب بحقوقها. بجزء منا بتتحملوا انتم مسؤولية لان عم بتقاطعوا الجلسات اللي عم بتقلها الرئيس. لجان بعدها موجودة، وبعتقد انه اليوم هذا موضوع هو موضوع حكومة بالاساس على وزارة المال تقدر الامور وتنطلق فيها. طب هذا كمان جزء من امور اخرى، يعني بنشوف انه انفلات امني بالبلد، انفلات اقتصادي بالبلد، كل هالامور اللي عم نعيشها اليومية الحكومة غايبة عنها كانوا ملتهيين بس ب 699 او 888. وبعتقد ان المواطن اللبناني عنده مشاكل اساسية لازم تتعالج كمان
بحد الامور الاخرى اللي عم تصارع هلا. هم جديد يبدو انه نزاح ومساله تمثيل لبنان بمؤتمر جنيف، مشاركه لبنان شو ممكن تقدم لهذا البلد، ومؤتمر جنيف ككل شو ممكن يقدم للازمه السوريه بعد الفاصل. استبروا جبرة ببداية هالقسم بكاريكاتير بلد تحت عنوان اجتماع وزراء الخارجية العرب، رسم عربي يتناطح مع عربي آخر وفوقهما غيمة الأزمة السورية السوداء تلاكم غيمة جنيف 2. كيف تنظر لمؤتمر جنيف 2؟ تعتقد أنه رح يحل الأزمة السورية؟ بعدين هل التناطح العربي إذا بدنا نسميه كيف ممكن ينعكس؟ يعني أنه نحن الآن بهمنا دور لبنان بجنيف 2، هون السؤال الكبير اللي بيحط نقطة استفهام، مش هيكون موقف لبنان بمؤتمر جنيف 2؟ حلت هلا مسألة التمثيل. التمثيل هو مش قصة مشكلة التمثيل، هي التمثيل قصة إذا كان المشكل إذا كان حتلقى دعوة أو ما حنتلقى دعوة إلى تلقينا الدعوة. بس هو المشكلة الأساسية، المشكلة اللبنانية، ما هو موقف لبنان الرسمي بمؤتمر جنيف 2؟ شو حيكون موقفه؟ شو حيكون موقف الممثل اللبناني بجنيف 2؟ هل نلتزم بإعلان بعبدة ونلتزم حياد لبنان عن الصراع اللي عم بيصير داخل سوريا، أو حنروح على الموقف تبع وزارة الخارجية اللي هو ما بيمثل كل اللبنانيين وما بيمثل التوجهات اللبنانية بقصة مش الحياد، بالعكس التحيز كرمال مع النظام السوري. فاليوم نحن بظل أزمة كبيرة اليوم بمؤتمر دولي، ما بنعرف من هو صاحب القرار بمؤتمر جنيف 2. هل هو وزير الخارجية اللبنانية من شخصه ووزارته هو حيطلع يطلق موقف لبنان بهالمؤتمر؟ هل هي الحكومه اللي حكومه تصريف اعمال اللي ما عم تجتمع كرمال تاخذ هذا الموقف وهذا الموقف اللي من ايام لبنان، او هو رئيس الجمهوريه اللي اطلق نداء بعبده وعم بيطالب بحياد لبنان عن الصراع الموجود بسوريا؟ فهي نقطه استفهام كبيره. فاليوم بظل هالتباين بهالنقاط، اذا ما كان اعلان بعبده اللي توافقنا عليه كلنا كلبنانيين، والبند السادس البعثات السادس فيه هو بند تحييد لبنان عن صراع سوري وعدم تحيز لبنان لاي جهه بهذا الصراع، بهذا الصراع شيء، وانه يطلع موقف من الوزير منصور بالتحيز مع النظام السوري شيء ثاني. وبعدين ثاني شيء اللي بهمنا نحن كمان بهالمؤتمر هو وضع لبنان بظل هذا الصراع الموجود. يعني هو غير نقطه ثانيه، غير قصه شو عم يصير داخل سوريا، هو نتائج تداعيات اللي هي قصه النزوح السوري اللي تخطى الحد المقبول اللي بيقدر يحمله لبنان على المستوى الاقتصادي. نحن بنتفهم ان لبنان عنده دور انساني بهيدا الموضوع، ودور لازم يلعبه كمناره وكسبب ريزون دات تبع لبنان هو هذا الموقف الانساني. بس كمان لبنان عنده واجبات تجاه المواطنين تبعه، واجبات تجاه هؤلاء النازحين اللي اجوا على لبنان المفروض يعيشوا عيش كريم، وعم نشوف مشاكل بالمدارس والمشاكل الصحيه اللي عم تصير بهذا الموضوع. بموضوع مشاركه لبنان النهار اشارت الى التوافق، ثمر التوافق بين الرؤساء الثلاثه تكليف مندوبه لبنان الدائمه لدى المنظمات الدوليه بجنيف سفيره نجله رياشي عساكر بتمثيل لبنان بهذا الاجتماع. يعني بعتقد اذا كان رح يكون في كلمه رح تكون كمان ثمره الاتفاق بين الرؤساء. انه ما في رؤساء ثلاثه بلبنان، في رئيس واحد بلبنان هو رئيس الجمهوريه. بعتقد انه هيدي قصه ما بعرف شو كاتبه بالمقال، رؤساء ثلاثه، رئيس جمهوريه، رئيس حكومه، رئيس جمهوريه، هذاك رئيس دوله كلها سوا، هذيك رئيس مجلس وزراء، هذاك رئيس مجلس نواب، فرئيس واحد هو صلاح سلام باللواء بيكتب انه سوريا هي بحاجه لاكثر من جنيف اخر، بذكر بمهمه الاخضر الابراهيمي بالازمه اللبنانيه باواخر الثمانينات، بشوف في اوجه تشابه كثيره بين الحرب اللبنانيه البائده والحرب السورية المشتعلة، الجهود ما تزال مبعثرة. يعني ذكرته للأستاذ صلاح سلام بأنه هيك طبخة الحل بالنسبة للأزمة السورية ما جهزت مثل ما كانت تصير الأمور أيام. بعتقد أنه نحن وقتها صارت الأزمة اللبنانية وتأجها الأخطر الإبراهيمي كان صار في نضوج عند اللبنانيين بعد حرب أهلية كان صار لها 15 سنة تقريبا، يعني حرقت الأخضر واليابس ودمرت اللي دمرته، انه نضوج عند اللبنانيين للوصول الى حل بهالموضوع. الأزمة السورية مش محطوطة بهالإطار،
في ثورة من شعب عم يجرب يغير نظام نحو الديمقراطية، بينما نعم. اللبنانيين كان في صراع على كيفية هن بدهم يعيشوا مع بعضهم وشو الصلاحيات تبع كل فريق بلبنان، يعني في كان في نزعة للتعايش مع بعضهم بلبنان، بينما بسوريا في نزعة كرمال كل واحد يلغي الآخر. يعني من هون بشوف الكاتب انه يمكن جنيف 2 هو بدايه لجنيف 3، يعني لمؤتمرات لاحقه انه ما رح تنحل. بتعتقد انه سوريا بدها طائف على غرار الطائف اللبناني؟ بعتقد سوريا بدها تغيير جذري يعني بالنظام الموجود فيها، يكون اكثر حر واكثر ديمقراطي. اذا لو كانت هالامور موجوده ما بعتقد كان في ثوره بسوريا اليوم. هيدي شغله داخليه سوريه على انه الشعب السوري هو بيعرف شو مصلحته وين مصلحته، وبعتقد عم بيحط دم وعم بيستشهد كرمال حقق هيدي المصلحة. من وحي هالموضوع بنختم الحلقة تحديدا بالموقف الأمريكي من كل الأزمة السورية، وكاريكاتير الديلي ستار لحسن بلايبل تحت عنوان جولة كاري العربية، رسم وزير خارجية أمريكا يقول لماذا يكرهوننا وهو أمام عدد من الجنسيات العربية استأرت خناجر أمريكية بظهورهم. بتوافق اولا التوصيف انه الولايات المتحده طعنت العرب بالمخرج يلي لقيته للازمه السوريه لهلا؟ بعتقد انه الامريكان بيعملوا مصلحتهم بالاخر، على العرب انه يعملوا مصلحتهم. هيدي النزعه العربيه انه لازم نتكل دائما على الخارج كريم التحقيق، يعني تعينوا بهالمخرج السلمي نوعا ما للازمه السوريه؟ ما بعتقد انه في مخرج سلمي، لا هلا انه ما عاد في ضربه. بعتقد اليوم هلا كنت عم تقرا تصريح لوزير الخارجية أمريكا جون كيري بزيارته إلى السعودية، عم يطالب أنه عدم مشاركة إيران إلا بالتزامها برحيل الأسد. بعتقد هيدي بتصب بخانة المطلب الجامعة العربية، وخصوصا المطلب السعودي بظل تبع الأزمة السورية. بس الحكي بيبقى بإطار الحكي، وبدنا نشوف بكرة الفعل مع بداية مؤتمر جنيف 2 إذا صار هذا المؤتمر، لانه في كمان صراع على قصه اذا بيصير او ما بيصير، بظل صراع الامريكان الروسي على اهداف هذا المؤتمر وشو جاي يحقق هذا المؤتمر. بنشوف ساعتها شو الموقف الحقيقي للامريكان والحقيقي للمجتمع الدولي السابقه، خاصه مع التجربه اللبنانيه مشجعه. في كثير معين المشكله انه نحن دائما بنقول دائما بنعيش بوهم انه لازم الاخر يدعمنا، الاخر بيعمل مصلحته، عندما مصلحته تتناقض مع مصلحتنا نعتبر حالنا انه نحن انطعنا بظهرنا، بينما نحن مفروض نناظر كرمال مصلحتنا الذاتيه والمصلحه الوطنيه. بهالموضوع استاذ سامر سعاده كنت وصلت لختام الحديث معك، انا بدي اشكرك. ميرسي دائما على استضافتك وان شاء الله. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بك. شكر ايضا للمشاهدين على المتابعه، والى اللقاء غدا في حلقه جديده من كلام بيروت.